يسعد صباحكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم احنا موجودين امام قصة نجاح، هذه القصة تختلط فيها العزيمة والارادة مع المعاناة. تابعونا لنتعرف اكثر على التفاصيل. لو علوا الزغاري شهدوا صارت بالايد، يلا نعلن هالفرحة للنجحين اللي بيعيد. احنا سهرنا وتعبنا وما همتنا راحتنا، تنسمع كل الدنيا ونفحنا والله نفحنا. وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا، بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا. أنا الطالبة المتفوقة مريم يوسف عبد اللطيف عبد ربه، الحصل على معدل 89.7. طبعا واجهتني صعوبات كتير، هو مفروض أنا السنة الماضية توجيهي قدمت تقريبا نص شهر، لكن شاء القدر انصبت بمرض السرطان وتم بتر قدمي. يعني كانت الأحداث متتالية هناك، حيث أنه ما سمح للمجال أني أقدم توجيهي مع جيلي، مع جيل 2003. ويعني كانت أيام صعبة كتير لما مرضت، سافرت برا تعالجت فيها 9 شهور، سافرت برا فيها، وأعتقد يعني كانت يعني ما أعتقد إنه حتمر علي أصعب من هذه الأيام. الحمد لله بعد 9 شهور من هذيك الأيام الحمد لله يعني وقفت رحلة العلاج الكيماوي وراح مني السرطان بفضل الله الحمد لله. بعدين رجعت، قررت أكمل إن السنة هذه لأنه وراي حلم، وراي هدف بدي أحققه، وراي هدف بدي أسعى له بحياتي، والحمد لله توفقت وقدمت وتقدمت إني أقدم هذه السنة توجيهي. واجهتني صعوبات، كنت أسافر، كنت أغيب، انصبت كورونا أثناء توجيهي، وكانت يعني أيام صعبة كتير، لكن الحمد لله يعني تجاوزتها. قبل اختبارات 3 أيام ماما تعبت كتير، فاتت العناية المركزة، قدمت أول اختبارات وأنا يعني بعدم وجود ماما جنبي بالبيت يعني، لكن الحمد لله برضو اجتازتها وتعبت عشان أحصل على هذا المعدل. أهلي يعني أول ناس، أهلي، صاحباتي، الدكاترة، الممرضين، كل حدا كان بعرفني كان إلي محفز، كل حدا كان بعرفني كان يحفزني. والإرادة العزيمة، أنا الحمد لله أنا حافظة لكتاب الله، كنت أستحضر آيات الله يعني وهيك، وأخذ منها عبرة وأنا أفهمها يعني الحمد لله. يعني كان يجينا أساتذة على البيت، كان يجينا أساتذة يعني أغلب المواد، يعني مش أغلبها تقريبا كلها، كان يجينا أساتذة بحكم إني مش كتير كنت أداوم بالمدرسة وراح علي كتير من المنهج، فكان يعني يجينا أساتذة ويدرسونه وهيك، بابا يعني إنه جابهم إلي وهيك. يعني المعدل الحمد لله كان حلو وزي اللي بدي إياه، وبفوتني التخصص اللي يعني أنا حطاه هدف قدامي اللي هو علم نفس إن شاء الله كلينيكي بالمستشفيات، لعل يكون إلي بصمة زي ما كان لغيري بصمة في نفسي، أكون بصمة بغيري وأثر يعني إنه يجتازوا المرض وهيك. رغم إنه كنت بعرف علامتي إلا إنه يوم النتيجة حكيت أنا حرصب، هحمل كذا، حسوي كذا، من الخوف طبعا، رغم إني كنت عارفة نتيجتي 89 90 91، كنت عارفاها وحاسبة معدلي. يوم النتيجة كان أوله صعب، توتر، خوف، الكل حوالي كان يعني كتير كان صعب، لكن لحظة إعلان النتيجة نسيت تعب السنة التوجيه والسنة المرض اللي قبلها، نساني كل حاجة، حسيت إنه عوض كبير من ربنا دخل لقلبي، ويعني كانت أجواء يعني بتجنن والحمد لله. يعني فرحت كتير كتير كتير، ردة فعلهم هيك صاروا، حتى لدرجة إنه وأنا بعد ما حضرت الفيديو تاع ردة الفعل حضرت واستغربت إني أنا من الصدمة وقفت ونطيت على الرجل ونطيت، ما بعرفش كيف يعني، أنا نفسي استغربت كيف، لكن كلماتي ثابتة حضلها، وأي حدا يسألنا هذا السؤال حضل أحكي له إنه حب الحياة، والله حب الحياة، اليوم اللي بروح منك لا بقدم ولا بأخر، عيش أي يوم كأنه آخر يوم إلك بحياتك، عيش آخر يوم كأنه آخر يوم إلك بحياتك، اعمل اللي نفسك فيه، يعني لو إجا عبالك شغلة اعملها هلقيت، ما تأجلها لبعدين، وتمسكوا بحلمكم وخلوا قدامكم هدف، وإنتوا إجروا ورا هذا الهدف، ما تستنوا الهدف يجي لكم، لا إنتوا إجروا ورا هذا الهدف، لأنكم بالأخير لو إنتوا جريتوا سعيتوا حتنالوا والله. أول شغلة إياكم تضغطوا على الأبناء والله، لأنه بتصير الشغلة جكارة. أنا أحيانا كان يصير معهم خلاص إنه
ما تضغط عليهم، سيبوهم على راحتهم، بس مش انه تسيبوهم على راحتهم للدرجة الكبيرة، لا يعني لو ان الشغلة مفرطة فيكوا تشدوا عليهم، لكن لو الشغلة كانت بسيطة يعني وهيك ما تضغطوش عليهم سيبوهم على راحتهم، لانه بيكونوا هم تحت ضغط نفسي ربنا بعلم فيه بهذا السنة وهيك، وقدموا لهم الدعم يعني حتى لو كلمة بسيطة، حتى لو اي شغلة يعني مثلا هو قاعد، اهم شغلة الدعم، حتى لو سواء كان الدعم مادي او معنوي، والمعنوي انا متأكدة حيأثر، يعني المادي بروح لكن المعنوي حيأثر عليهم بشكل اكبر. احكي لهم كلمة حلوة، شجعوهم، ما تحبطوهم ابدا ابدا. يعني انا كمريم اكتر ناس يعني ما اعتقد اي صاحبة من الصحبات وقفت مع صاحبتها زي ما صاحباتي وقفوا معايا. صحباتي كان رغم هم مواليد 2003، لكن أنا لما قدمت السنة بعدها هم كانوا جامعة يعني سنة أولى وصعبة عليهم، إلا إنهم كنت كل ما أحتاج بس واحدة كانوا يجوني على طول، كانت إلي صاحبة يعني ما زالت أي شغلة كانت يعني كل ما أطلبها تجيني، جبت لي خليتها درستني طبعا يعني، وكانت تيجي تشرح لي من الجامعة تميل علي تشرح لي، كانت بس مجرد ما تحس ان انا تعبانة على طول اجي الصبح، متخيلة الاقيها الصبح بتستناني، لا بابا لا ماما لا اهلي خواتي لكل حدا بيعرفني، لكل حدا حفزني انا بهدي له نجاحي، معلماتي الاساتذة اللي درسوني ما قصروا ابدا، لصحباتي، لدكاترتي اللي عالجوني، للممرضين اللي ساهموا في علاجي، للاخصائيين النفسيين، لكل حدا حفزني وكان له اثر بحياتي انا بهدي نجاحي. راحتنا تنسمع كل الدنيا، ونفحنا والله نفحنا، وهاي الليلة ليلتنا، وهاي